نعم الآن اكتمل صافرة البداية وضربة البداية لشوط المباراة الثاني للنجوم. وسلي لا تغيير في صفوف القادسية، تغيير وحيد للنجوم مع بداية شوط المباراة الثاني. مصطفى البطران يقادر 9 وعبدالله ناصر 12. محاولة الآن في وسط الملعب، أحمد الجويد، أحمد الجويد، أحمد إلى عناد الخليفة، عناد تفسير شريف، محاولة من تفسير لصالح عبد الإله البريه، عودة لصالح وسلي، وسلي لنادر يحيى، نادر يحيى كرة طويلة أمامية وسلطان الدوسري يتدخل يبعد كرة في منتصف الملعب صافرة وخطأ لصالح النجوم، خطأ لصالح النجوم. شوف الإعادة، أحمد الجويد خطأ للنجوم في الدائرة لقنيعان محمد إلى نادر، إبراهيم الشهري محاولة خاطئة تعود من جديد، نجار أمامية من المولد عادل بالرأس، نادر أحمد الجويد أحد صناع اللعب ومن يتواجد بشكل واضح في وسط الملعب وفي الخارطة النجوم في هذه المواجهة. كرة أمامية سريعة ما فيها شيء، أقرب إلى سلطان الدوسري يحاول المرور لكنها أيضا تتخلص إلى خارج الملعب. كان بالإمكان يا الدوسري أفضل مما كان لو خطف الكرة عبدالله ناصر، كانت الأمور غير جيدة تماما للقادسية. لكن عموما حسن أبو شرارة الآن، وأبو شرارة حتى الآن الشرارة طافية، لم تشعل مواجهة هذه المواجهة رقم تقدم القادسية، لأن المباراة أعتقد كرة محاولة الآن في وسط الملعب، مرور لصالح النجوم صافرة وخطأ، تنفذ سريع النجوم في محاولة البحث الآن عن إدراكها وتسجيل هدف التعادل. شريف نقلة داخل منطقة الجزاء لكنها بعيدة إلى خارج الملعب، بعيدة إلى خارج الملعب. مباريات اليوم الشعلة والخليج، حطين ونجران، الطائي وأحد، الأنصار والنهضة، جدة والباطن. آخر نتيجة وصلتنا هي مباراة جدة والباطن 1-1. حتى الآن لم تصلنا نتائج المباريات الثانية. هنا القادسية تقدم بهدف، حطين هدف على نجران، أحد هدف على الطائي، جدة والباطن متعادلين، الأنصار يتقدم بهدف على النهضة. الشعلة والخليج 0-0، هذه نتائج اللي وصلتنا. كرة في لأحمد الجويد، أحمد محاولة مرور تدخل في الوقت السليم والإبعاد إلى خارج الملعب. شوف قبل الإقنعان سلطان الدوسري هيا يخلص الكرة إلى عناد الخليفة الآن، عناد إلى شريف، تفسير شريف محاولة بناء هجمة ونقلة إلى عناد الخليفة لكن الكرة بعيدة وإلى خارج الملعب، بعيدة وإلى خارج الملعب. ركلة مرمى، فيصل مسرحي، كرة أمامية، حضريتي إلى العمري إلى عبد الله من جديد لكن نادر يحيى صافرة وخطأ. لصالح النجوم، نادر كرة أمامية طويلة أقرب لفيصل مسرحي،
فيصل. النجوم المباراة الماضية كسب الأمجاد زل 5-1، القادسية كسب الشعلة 3-2. النجوم سيواجه الجبلين يوم الأحد القادم على هذا الملعب، مباراة النجوم القادمة. استانلي مرور رائع وجميل وصحيح ومحاولة، لكن أيضا وسلي خلصها إلى خارج الملعب في محاولة كانت فردية عن طريق الجهة اليمنى لستانلي، أخذ الكرة نعم، ولكن أيضا التغطية الدفاعية كانت حاضرة واستخلاص الكرة إلى خارج الملعب برمية تماس. بينما القادسية يواجه الطين يوم السبت المقبل في مدينة الملك سعود الرياضية. القادسية أيضا المباراة القادمة ستكون خارج أرضه، محاولة الآن ستانلي يهيئ الكرة. مرور إلى شعيل وسهلة لسليمان سفياني. إبراهيم شعيل لكن أيضا لسفياني إلى أحمد جويد. أحمد اتكالية لكن الآن عبد الإله البري يتحصل إلى تفسير شريف، ولكن أيضا هنا التدخل من منصور النجار وإبعاد الكرة إلى خارج الملعب. شوف التدخل من منصور النجار واقع على الأرض. السلام إن شاء الله. للنجار اللي لا يزال واقع على أرض النجوم، لعب 33 مباراة، فاز في 7، تعادل في 11، خسر 15، وهنا 17 من القادسية. حسين الشيخ أعتقد سيكون بديلا للنجار عموما. نعم حسين الشيخ ينزل الآن ليكمل المباراة وليشارك زملاء. منصور النجار يقادر وركلة زاوية للنجوم. الآن على يسار فيصل مسرحي، ركلة زاوية على يسار مسرحي فيصل، وعبد الإله البري يهيئها إلى تفسير إلى شريف إلى البري وإلى خارج الملعب. 33 مباراة للنجوم، 7 مباريات فوز، 11 تعادل، 15 لقاء خسرة، 34 هدف عليه 54، وحتى الآن هو متأخر 32 نقطة. المركز 17 عودة من جديد إلى أحمد الجويد ومحاولة لكشف التسلل وتقدم لاعبي القادسية. النجوم يبحث عن هدف تعادل وعودة من جديد للمباراة. القادسية في محافظة وفي أمل أن يسجل الهدف الثالث ويوسع الفارق ويرتاح شوية إلى تفسير. محاولة وإلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب. هذا حسين الشيخ، منصور النجار يقادر 14 وحسين الشيخ 17. خطأ لصالح القادسية، خطأ لصالح النجوم. شوف تسب خطأ للنجوم. إبراهيم الشهري وعبد الإله البريه يتركها إلى الشهري. إبراهيم يلعب كرة، واعتم يا المسرحي، أكيد في ناس حطت يدها على قلبها، لكن طبعا شوف فعلا كان متقدم لكن ردة فعله وتراجعه كان جدا رائع في الكرة الماضية. وعموما الآن الكرة لصالح النجوم. الآن عناد الخليفة يتركها إلى تفسير شريف إلى عبد الإله البريه، يبحث يحاول التحضير إلى مصطفى، يهيئها إلى رياض الإبراهيم. أقصى اليسار عبد الله ناصر يحاول الآن، عبد الله ناصر يحاول مرور، تغطية حاضرة لا زالت فيها خطورة. تحضر النجوم يضغط في محاولة، دوران من القنيعان، كرة جميلة ما فيها حاجة، ممكن يا رياض يا الإبراهيم، وردت فعل أيضا في الكرة الماضية من رياض الإبراهيم.
أضاع فرصة ثمينة جدا بالكاد أن تضيع، ومن المفترض أن لا تضيع. هذا حال لسان محبي النجوم. شوف لعب لكرة عبد الله ناصر، كرة ذكية وجميلة، لعب لكرة رائعة وجها لوجه مع مسرحي، لكن الكرة عدت إلى خارج الملعب. شوف ردة فعل حمد اليامي أيضا في الكرة الماضية على زملائه، وبكل تأكيد تعثر القادسية في مباراة اليوم تعنينا الكثير، تعثر النجوم في مباراة اليوم أيضا تعنينا الكثير. بوشرارة في محاولة الآن عن طريق الجهة اليسرى، لازالت للقادسية، وسلي يتدخل، والحضريتي عبد الله للخلف، حسن العمري ينقل كرة وتدخل من ستانلي، عودة من جديد تتخلص إلى النجوم، مرتدة سريعة، تدخل حسين الشيخ، عادل المولد، حسين الشيخ إلى حمد إبراهيم الشعيل، إلى حسين، إلى عناد الخليفة، عناد أحمد الجويد، عبد الإله البريه، نقلة سريعة لعبد الله ناصر اللاعب البديل، لكن الكرة عدت إلى خارج الملعب. تنفذنا في منتصف الملعب، عودة لصالح ستانلي، نقلوا إلى خارج الملعب. تغيير قادم الآن للقادسية أو للنجوم فرانكو، رياض الإبراهيم يقادر 88 والبديل فرانكو، فرانكو 27. تغيير هجومي واضح، هجوم على حساب مهاجم على حساب مهاجم. التغيير الثاني فرانكو تغيير رقم 30 بدل بشار إبراهيم رقم 28. ركلة مرمى لصالح النجوم، تغيير آخر، رياض إبراهيم يقادر 88 وفرانكو بديل، محمد القنيعان، فرانكو، عبد الله ناصر، نقلة باتجاه تفسير شريف، استحواذ على الكرة، إشعيل إبراهيم معاه، تغطية دوران بشكل رائع من عبد الإله البريه، أحمد الجويد إلى تفسير، تمويه، قراءة موفقة إلى حسن العمري، ولكن الجويد يخلص إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب. ربما يأتي التونسي يوسف المناعي بالبحريني، نعم البحريني الدولي مهدي الحميدان، ولكن على حساب مين؟ هل يكون على حساب من؟ بوشرارة العمري، كرة الآن أمامية، نقلة ستانلي وخروج موفق من سليمان سفياني، سريع الآن للنجوم، محمد القنيعان طويلة باتجاه فرانك، محاولة فرانكو مر، هي كرة لكن لازالت فرانكو تتخلص، تعود من جديد للقادسية، أبو شرارة حسن، نقلة سريعة لصالح نادر يحيى وخروج ما بين الحارس والمدافع، لكن الكرة فيها خطورة، ونادر يحيى، نادر يحيى كادت الأمور أن تخرج عن السيطرة،
من عبد الله الحضريتي، ولكن التغطية كانت حاضرة. شوف هنا المتابعة أو المتابعة الرائعة من عبد الله، ولكن أيضا التغطية السليمة والرائعة من نادر يحيى حال دون القادسية بأن يسجل الهدف الثاني في لاعب واقع على الأرض من القادسية إلى خارج الملعب. أربعة وعشرين، نعم كما توقعنا، على حساب أحد الأسماء اللي ذكرته هو حسن أبو شرارة مهدي الحميدان، هو اللاعب البديل مهدي. يوسف المناعي، تقيير مهدي، أبو شرارة يقادر حسن، سيستنف اللعب بإسقاط الكرة. حسن العمري، نقلة باتجاه مهدي، محاولة خلص. رمية تماس لصالح القادسية. الحميدان، مرور، محاولة، عودة من جديد للقادسية. حسن العمري، العمري يحاول، تغطية دفاعية حاضرة، لكن لا زالت القادسية محاولة. آل الشيخ نقلة جميلة باتجاه الحميدان مهدي، ولكن أيضا بتدخل من سليمان سفياني في اللقطة الماضية وفي الوقت المناسب يخلص الكرة. شوف اللقطة الجميلة من حسين آل الشيخ باتجاه مهدي، ولكن أيضا حارس المرمى إلى أحمد الجويد. الآن الجويد يلعب كرة باتجاه فرانكو اللي سجل هاتريك في المباراة الماضية أمام المجزل، ثلاثة أهداف. المحترف اليوم الآن يبدأ في محاولة لمهدي. الآن جميلة إلى عبد الله حضريتي، يحاول إلى مهدي. آل حميدان أقصى اليسار، حصلها ولا لا؟ على الأخير حصلها مهدي، محاولة وسلي تغطية آل حميدان وعدت الكرة، عدت إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب. ركلة مرمى لصالح النجوم. نلعب في الدقيقة 64 من زمن عمر المباراة. محاولة الآن تتخلص. رمية التماس، مرور عبد الإله البريه بشكل جيد، لا زالت الكرة لنقنعان في راية، راية وتسلل، في راية وتسلل. محمد لقنعان متسلل براية المساعد الأول الدولي هشام الرفاعي، شوف متسلل. كرة للقادسية الآن، متقدم بهدف فيصل المسرحي، أمامية طويلة بالرأس، وسلي خلص. عادل المولد
عناد الخليفة، أحمد الجويد إلى عناد إلى أحمد بن جديد، يبدأون الآن النجوم في وسط الملعب إلى عبد الإله البريه، عبد الإله يبدأ إلى تفسير شريف في الجهة اليمنى الآن محاولة للنجوم، وهي كرة لكن أيضا تتخلص من إبراهيم الشعيل. إبراهيم الشعيل محاولة مرور إلى حسن العمري، استحواذ على الكرة بشكل جيد إلى حسين الشيخ في وسط الملعب، حسين اللاعب اللي نزل، حسين إلى حمد اليامي صاحب الهدف الوحيد في المباراة حتى الآن، اليامي إلى حسين، بداية تحضير للقادسية. نعم بطء موجود من الشوط الأول نعم، لكنه حتى الآن القادسية يسجل هدف ولازال متقدم، يبحث عن الثلاث نقاط بكل تأكيد في مباريات الحسم، لا يبحث عن المستوى عادة، الفرق الفريق لا يبحث عن مستوى، وإن كان مستوى نتيجة بكل تأكيد هذا أفضل، ولكن دائما النتيجة والثلاث نقاط هي الأهم. كرة الآن أمامية إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب، استني حاضر في المباراة لكن قائب، ليس هذا بمستوى استني، يعني في مباراة اليوم بكل أمانة حتى الآن والنقاش لديه 17 هدف لم يظهر اليوم تماما. خطأ لصالح النجوم، أحمد الجويد للخلف لقنعان محمد، ينقل كرة لفيصل المسرحي، فيصل المسرحي هدوء مسرحي، محاولة للخبرة، هنا تأتي في محاولة كسب أكثر وقت ممكن وتهدئة الأمور. استني للخلف لفيصل مسرحي، عادل المولد، حسين الشيخ، مهدي، عودة أحمد الجويد، يهيئها فرانكو، محاولة لكن أيضا التغطية من سلطان الدوسري، لا زالت المحاولة للنجوم إلى تفسير، راية وتسلل، راية وتسلل، راية وتسلل، شوف قرار سليم من الدولي هشام الرفاعي على حساب أن اللاعب راجع من منطقة التسلل واستفاد من اللعبة، وبالتالي الراية كانت سليمة وصحيحة. عادل المولد كرة أمامية سريعة طويلة الآن، استني بالرأس، هيا هيا عبد الله حضريتي داخل منطقة الجزاء، عبد الله محاولة، وسلي معاه، تغطية من البرازيلي وسلي، وبالتالي الكرة فيها أيضا إلى خارج الملعب. خطأ حكم المباراة، احتسب خطأ لصالح النجوم. للنجوم الآن إلى خارج الملعب، طلقنيعان محمد، بدأ المخزون اللياقي لدى بعض اللاعبين يقل، يلا لوه يلا لوه يلا لوه لوه عبد الله، شيئا فشيئا. الشهري الآن محاولة، إبراهيم تخلص إلى حسين في وسط الملعب، القادسية يبدأ عن طريق ستانلي الآن التغيير جهة اللعب باتجاه الدولي البحريني، لكن الكرة كانت طويلة أقرب لعناد الخليفة إلى تفسير وإلى خارج الملعب.
إلى خارج الملعب، رمية تماس للقادسية، تغيير قادم للقادسية، 18 من هزازي، نايف هزازي، وسبعة يقادر حسن العمري. نايف هزازي على حساب حسن العمري، سبعة. عادل المولد لفيصل المسرحي، سلطان الدوسري إلى نايف، كرة أمامية طويلة، مهدي، نادي الخليفة بالرأس، لازالت الكرة في أرضية الملعب، عدت إلى خارج الملعب، رمية التماس لصالح النجوم، متأخر بهدف، نتيجة إطلاقا لا تخدم النجوم، هو في المركز 17 وبالتالي لم يبتعد عن منطقة الخطر والهبوط تماما. نتيجة مرضية للقادسية لكسب 3 نقاط ويبقى في الترتيب الثالث. الباطن متصدر، وثانيا العين، وبالمناسبة كرة الآن محاولة عن طريق الجهة اليسرى، يحاول عبد الله ناصر يهيئها إلى القنيعان لكنها تتخلص، تعود خاطئة من عبد الله ناصر يحصلها الآن، محاولة سلطان الدوسري يبحث، يحاول عبد الله ناصر للخلف لقنيعان محمد، يبحثون تحضير، محاولة عن طريق الجهة اليسرى لا زالت للنجوم، يدخل منطقة الجزاء فرانكو، يحاول والتغطية حاضرة والإبعاد، يأتي عودة من جديد، لا زال أحمد الجويد على الجهة اليسرى، النجوم يحاول، والكرة صافرة وخطأ، صافرة وخطأ. أكثر الفرق اللي تمسكت بالصدارة في جولات عديدة هي العين، ولكن الآن في المركز الثاني، ثانيا يأتي القادسية وهو في المركز الثالث، لكن الباطن هو أقل من تصدر في مرتين فقط، وكرة فيها خطورة داخل منطقة الجزاء والتسديدة، لكن أيضا سلطان الدوسري لا زالت الكرة فيها خطورة، تتهيأ للنجوم وتسديدة، ودفاع يستميت من النجوم، عبد الله شريف، وشريف تفسير يحاول لكنها تتخلص من دفاعات القادسية، فقط للنجوم، والقادسية لا زال يصر بأنه يدافع وبأنه لا يخسر وبأنه لا يأتي هدف التعادل إطلاقا فيما تبقى من زمن المباراة، والكرة الآن سريعة باتجاه ستانلي في الجهة المقابلة، الآن للقادسية، يحاول ستانلي يبحث عن من ينتظر، من عبد الله حضريتي أو ينتظر زملائه، يتباطى نادر يحيى، تغطية من نادر، ستانلي مرور ناجح، ممكن محاولة، وحسين الشيخ لازالت في خطورة داخل منطقة الجزاء، لكنها الكرة لازالت القادسية، للبحريني مهدي، الآن مهدي الحميدان يحاول عودة للخلف من جديد لحمد اليامي صاحب الهدف الوحيد ونقل الكرة، لكنها تمر من المدافع والمهاجم إلى أين لازالت في أرضية الملعب، ما عدت الخط إلى وسني. العين تمسك بالصدارة 17 مرة، يعني 17 جولة هو تمسك بالصدارة، لكن فقد الصدارة الآن وتراجع للمركز الثاني. أكثر فريق بعد العين القادسية ظل متصدر 12 جولة ثم تراجع، وهو الآن يأتي في المركز الثالث. الباطن تصدر مرتين فقط في جولتين، ولا الآن هو المتصدر، وبالتالي بدأت لعبة الكراسي، من يخطف ومن يعود لدوري المحترفين، دوري الأضواء، ومن يبقى ومن يهبط لدوري الدرجة الثانية. محاولة الآن، عبد الإله لبريه، استحواذ على الكرة بشكل جيد، والكرة تتخلص الآن، تعود من جديد إلى ستانلي في الجهة اليسرى، يهيئها الآن إلى حضريتي، إلى ستانلي، ممكن ينهي المباراة، جول، قد ساوي آخر
هدف لستانلي، وكأنما يرد عليه بأن عندما قلت بأنه حاضر وقائد في مباراة اليوم ولا تتوقع بأن هذا اللاعب لديه 17 هدف يعود ويسجل مع الدقيقة 75 من عمر المباراة ويضيف هدف آخر للقادسية وهدف شخصي له ليرفع رصيده إلى 18 هدف متساويا مع إتراوي شيبان في نفس الترتيب، وأيضا ستانلي يضيف الهدف الثاني للقادسية يريح الأعصاب نوعا ما. ومع إراحة الأعصاب شوف هنا ستانلي الهدف الثاني للقادسية. في نصف ساعة من زمن شوط المباراة الثاني القادسية يضيف الهدف الثاني. اثنين صفر، لكن هل المباراة انتهت؟ لا، تبقى ربع ساعة. 23 يقادر من النجوم. ابراهيم الشهري والبديل 17. والله زي 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 تول لسه يا عيال. ايه يا رجال بيجي وقت يا رجال بيجي وقت خلاص. نواف ابو عامر نواف ابو عامر على حساب ابراهيم الشهري. انزل مهاجم واخرج مدافع، يعني ما عنده شيء، خسره الصربي ديجان ارسوف 46 سنه يقول لك انا خاسر خاسر. محاوله في الربع ساعه بان يعود الى المباراه. كره اماميه فيصل مسرحي، محاوله تهدئه اللعب، تقدم 2-0. فريقه ثلاث نقاط لو كسبها القادسية في غاية الأهمية. أمامية، نادر يحيى بالراس، سلطان عودة من جديد. للخلف عادل المولد. بدأ لاعبي القدسية يلعبون أكثر راحة وأكثر اطمئنان، ونقل الكرات ربما في الدقائق القادمة ستكون أكثر سيطرة، وبالتالي هدفين اعتقد الاعصاب شويه ترتاح، وبالتالي يكون التركيز حاضر. في عندما تكون اعصابك مرتاحه تكون يكون تركيزك اكثر حضورا. بكل تاكيد النجوم يعيش اوضاع في مباراه اليوم حتى الان غير جيده اطلاقا، متاخر بهدفين. ركله مرمى المولد نايف الزازي. كرة في صافرة وبطاقة صفراء لوسلي البرازيلي. شوف وسلي يتحصل على البطاقة الصفراء. استنف مهدي الحميدان البحريني، محاولة لكن أحمد الجويد يتدخل. أحمد يخلص كرة إلى من؟ نقلة الآن سريعة طويلة صافرة وخطأ لصالح النجوم. خطأ لصالح النجوم. استأنف اللعب نادر يحيى. عبد الإله إلى نادر. بدأ الهدوء من
داخل أرضية الملعب بكل تأكيد إلى فرانكو هدوء لصالح القادسية، لكنه لا يخدم النجوم إطلاقا. الدوسري السلطان أمامية، عدت إلى خارج الملعب، تنفذ رمية التماس، رمية التماس لصالح هذا وسلي، تحصل على بطاقة صفراء البرازيلي. كرة في منتصف الملعب، خلص. نذكر بأن النجوم سيواجه الجبلين يوم الأحد القادم على هذا الملعب، بينما القادسية يواجه حطين يوم السبت المقبل هناك في مدينة الملك سعود الرياضية. سلطان الدوسري إلى فيصل مسرحي، سريعة باتجاه ستانلي بالرأس، حتى وان اختفى ستانلي يسجل في اول ظهور له. نادر، كره في منتصف الملعب، احمد الجويد، خلاص من سلطان، حسين الى مهدي، في لاعب وقع على الارض الى خارج الملعب للاطمئنان على سلامة زميلهم، بالسلامة لجميع اللاعبين. وقع على الأرض، بالسلامة إن شاء الله. شوف طبعا النجوم هو أقل الفرق فوز، لم يستطع الفوز إلا في 7 مواجهات، والقادسية يأتي ثالث أكثر الفرق فوز بعد الباطن والعين ب16 مواجهة فوز. لو فاز اليوم سيكون الفوز 17 له. المجزل أكثر الفرق خسارة في الدوري، خسر 20 مواجهة، والباطن أكثر الفرق فوز ب19 مواجهة فوز. كرة الآن لسلطان الدوسري، أمامية طويلة سريعة بالرأس، شريف تفسير شريف إلى جهة اليسرى الآن، محاولة للقادسية، نقلة جميلة باتجاه نوح أبو عامر، نواف يبحث، هذا في مباراة الدور الأول في الأسبوع 15 سجل 2 هدف لفريقه في مرمى القادسية وهدف على فريقه. هذا نواف، شوف صاحب القميص رقم 17 إلى الجويد أحمد، تسديده تخلص، تبعد لقنيعان محمد، وكرة جميلة إلى عناد الخليفة، لا زالت لصالح عناد، وإلى للقنيعان محمد داخل منطقة الجزاء، تمر من الجميع تتخلص. وسلي، حضريتي معالي الخلف، سليمان سفياني، نادر يحيى، دوران بشكل جيد، أحمد الجويد، نقلة سريعة، إلى خارج الملعب، أحمد إلى فاي، محاولة في وسط الملعب،
فاي تتخلص من امام فاي في صافرة وخطأ. شوف فاي عثماني احمد الجويد الى عناد الخليفة في الجهة اليمنى وتدخل هنا، لكن الكرة لازالت عناد، ما بين عناد وما بين ابراهيم، والى خارج الملعب ركلة زاوية، الى خارج الملعب ركلة زاوية وما بين عناد وابراهيم الشعيل وركلة زاوية لصالح النجوم. شوف هذه الاولى وهذه الثانية، ركلة زاوية لصالح النجوم على يسار مسرح فيصل على التنفيذ الآن. عبد الله ناصر على تنفيذ الكرة القادمة، ركلة الزاوية القادمة للنجوم، عبد الله ناصر ينفذ داخل منطقة الجزاء، بالرأس تبعد، لا زالت في داخل منطقة الجزاء، رأسية أيضا لا زالت، عنا نادر تسديده وفيصل، جميلة وفيصل مسرحي، فيصل مسرحي، واضح ردة الفعل أيضا في المنصة لأعضاء مجلس الإدارة من قبل جانبي لاعبي القادسية الحاضرين في مباراة اليوم. شوف هذا المدير المالي راعي الدراهم، جيبوه كل مباراة إذا الآن فايزين، هذا جيبوه كل مباراة، خلوه معاكم وأموركم تمشي. كرة الآن إلى عادل المولد، حسين الشيخ إلى فيصل المسرحي، إلى خارج الملعب، تنفذ الآن في خطأ لصالح النجوم، نلعب في أواخر الثلاثة والأربع دقائق القادمة، أعتقد بأن الأمور ربما أقول، لكن كرة القدم هي صافرة النهاية فقط، هي من تعطيك الثلاث نقاط أو نقطة أو لا شيء، لكن ربما الأمور كما هو واضح داخل أرضية الملعب بأن القادسية بات مسيطر، وبدت شوية أيضا ردة الفعل بعد الهدف الثاني، كان النجوم يحاول لكن بعد التسجيل القادسية الهدف الثاني قل أداء لاعبي النجوم، وأعتقد ردة فعلهم بعد الهدف الثاني معنويا لم تكن جيدة، وبالتالي فأن الأمور في الدقيقتين المتبقية تسير الثلاث نقاط للقادسية لأبناء الخبر. إلا إذا في دقيقتين هناك وقت أيضا أمامية بالرأس، فاي تغيير لكنها خاطئة إلى ستانلي في وسط الملعب، حسين الشيخ إلى حمد اليامي من سجل هدف القادسية في شوط المباراة الأول والهدف الأول، إلى ستانلي صاحب الهدف الثاني، والكرة إلى خارج الملعب رمية تماس، إلى خارج الملعب رمية تماس. شوف هذا ستانلي والتدخل من نادر يحيى إلى خارج الملعب، حمد اليامي تنفذ، كرة تتخلص إلى فرانكو للخلف، عادل المولد لصالح نايف، نقلة لكن تتخلص تعود من جديد
القادسية. جويد، خطأ لصالح النجوم. انتظار، نعم، الوقت الإضافي الأربع دقائق المحتسبة من قبل الدولي ماجد الشمراني. ويشير دليم ميثم حكم الرابع عن أربع دقائق، هي وقت إضافي من زمن شوط المباراة الثاني والمباراة. والقادسية هدفين لا شيء، النجوم هنا في الأحساء، الواحة الجميلة، واحة النخيل، مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية. محاولة فرانكو، محاولة المرور وإلى أبو عامر داخل منطقة الجزاء وإلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب. شوف فرانكو، وهنا أيضا أبو عامر، لكن سلطان الدوسري يتدخل قبل أن تصل لنواف أبو عامر، وإلى خارج الملعب ركلة زاوية، إلى خارج الملعب ركلة زاوية لصالح القادسي النجوم عفوا. وعبد الله ناصر على التنفيذ، ينفذ وبالرأس تبعد من حسين الشيخ، تعود من جديد إلى القنيعان، نقلة لكنها أيضا تغطية دفاعية حاضرة من جديد للقادسية. الآن في محاولة ارتداد سريع، ولكن التغطية من محمد القنيعان إلى خارج الملعب، رمية تماس، إلى خارج الملعب رمية تماس. للقادسية حمد اليامي، تنفذ إلى ستانلي، ستانلي يحاول إلى مهدي، مهدي الحميدان، مهدي يعود من جديد إلى حسين الشيخ، حسين إلى مهدي، هات وخذ، محاولة لكسب الوقت ولعب الكرات المضمونة وعن طريق الجهة اليمنى. الآن البحريني يحاول، مهدي لحميدان، مهدي لا زالت الكرة من جديد، وسلي تتخلص من قبل لاعبي النجوم إلى أحمد الجويد، أحمد الجويد إلى وسلي، طويلة أبو عامر بالرأس، نواف، أحمد الجويد، فاي إلى أحمد، عثماني في الجهة اليسرى إلى تفسير شريف اللي انتقل من اليمين إلى اليسار، تغيير مراكز، ولكن حتى الآن لم تتغير نتيجة مباراة أو المباراة بالنسبة للنجوم، لا يزال متأخر بهدفين. وإلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب، ركلة مرمى، ركلة مرمى لصالح القادسية، مسرحي بالرأس، هزازي إلى مهدي الحميدان، مهدي مرور ناجح من مهدي بشكل جيد، مهدي يحاول الآن وعودة من جديد إلى وسط الملعب وللنجوم، مرتدة سريعة، تفسير يحاول إلى فرانكو، فرانكو يحاول بداية الآن داخل منطقة الجزاء والتسديدة، لكنها في أحضان فيصل مسرحي، في أحضان فيصل مسرحي، لا زال يحافظ على نتيجة المباراة، وأيضا شباكة نظيفة مسرحي كما تحدثت في بداية المباراة، عودته بعد الغيبة الطويلة بكل تأكيد هي حاضرة ومصدر اطمئنان وثقل لدى الفريق القدساوي في الخلف. وهناك لاعب واقع على الأرض من النجوم بالسلامة إن شاء الله. شوف بالسلامة لجميع اللاعبين. هنا أيضا النجار، منصور النجار،
اللي قادر بالسلامة إن شاء الله يشكو من إصابة عند مقدرة لكن إن شاء الله سليمة. أذكر بمباريات الفريقين القادمة، النجوم يواجه الجبلين يوم الأحد القادم على هذا الملعب، القادسية يواجه طبعا هنا معيض العرجاني المشرف العام على الفريق الأول بنادي النجوم، القادسية يواجه الطين يوم السبت المقبل في مدينة الملك سعود الرياضية. بالسلامة إن شاء الله، لازلنا نلعب في الوقت بدل الضائع. معها أيها السيدات والسادة مشاهدينا متابعينا يطلق الدولي.